الحكومة المصرية ملتزمين بخطة رأس الساعة لأول أغسطس 2023، والمغردون ما تطولش علينا، جالنا صداع، صداع نصفي من الحر يا بيه. أزمة انقطاع الكهرباء في مصر بقت حديث الساعة بجد، مش بس عشان خوف الناس على الأجهزة الكهربائية اللي دافعين فيها دم قلبهم ومش هيعرفوا يعوضوها، ولا علشان الكهرباء اللي اتزامنت مع موجة الحر العالمية اللي ما ينفعش معاها نقعد من غير نسمة هواء. لا، ده عشان وزارة الكهرباء قررت تعمل لها جدول وسمته رأس الساعة، واللي اتحول لهاشتاج رأس الساعة. تعالوا نعرف الأزمة دي حصلت إزاي، خصوصاً إن التقارير اللي بتتنشر طول الوقت عن مليارات اتصرفت لتقوية محطات الكهرباء. فإزاي مع موجة الحر دي وقعنا في الفخ ده؟ الحكاية بدأت لما نشرت الحكومة المصرية تقارير عن الجهد المبذول في آخر 7 سنين علشان تضاعف إنتاج الكهرباء 10 مرات، ما بين محطات وبنية تحتية للكهرباء للاستهلاك المحلي للتصدير وتنوع مصادر الطاقة. حاجة كده آخر عظمة. والله زي ما بقولك، إيه مش مصدق؟ هأكد لك يا سيدي الكلام ده فعلاً إنه صح. اسمع يا سيدي، يوم الحد 6 نوفمبر 2022 نشرت جريدة CNN العربية الإلكترونية مقال في قسم الاقتصاد بعنوان السباق بين دول عربية لمضاعفة إنتاجه من الطاقة المتجددة بحلول 2023. المقال ده هو نتاج إحصائيات بالأرقام قامت بيها منظمة Global Energy Monitor، بتأكد بقى إيه؟ إن دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا عندها قدرة عالية لإقامة مشاريع عملاقة لإنتاج طاقة الرياح والطاقة الشمسية لما تتمتع به من مناخ وأجواء مشمسة معظم العام. وكان الملاحظ في ترتيب الإحصائيات دي إن مصر متقدمة في كل الدول العربية، سواء في المشاريع المتوقعة لـ 2023 والمشاريع الضخمة اللي قامت بيها مصر فعليا، أو كمية الطاقة المتجددة لتوليد الكهرباء. يعني من الآخر كده الحكومة ما كذبتش. هتقولي خلاص صدقت وإحنا حلوين وزي الفل أهو، أنا بقى كمصري بائس، وزارة الكهرباء ليه حطاني في دماغها وقطع عليا نور مع أول موجة حر جامدة؟ أقول لك يا سيدي، حسب تصريحات الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن إحنا ما عندناش أي عجز في الإنتاج. والله بالعكس، ده إحنا كمان عندنا فائض بيصل ل 10,000 ميجا وات. لكن اللجوء لتخفيف الأحمال سببها كان الارتفاع الكبير في درجات الحرارة، ودي اللي خلت استهلاك الكهرباء يرتفع بشكل رهيب، أدت لزيادة استهلاك الغاز المستخدم في إنتاج الكهرباء، واللي بدوره خفض ضغط الغاز في محطات إنتاج الكهرباء، وده خلى الوزارة تعمل توزيع عادل لتخفيف الأحمال بين مناطق الجمهورية، واللي سموها خطة رأس الساعة. طبعاً هتقولي، طب ما كل دول الخليج اللي من يومهم وهم نايمين على قرص الشمس نفسه، جوهم حر، وعمر ما الكهرباء قطعت عندهم ولا التكييفات اتقفلت في الصيف بسبب تخفيف الأحمال، ده يوم ما بيطفوا التكييف بيبقى بسبب الصيانة. ليه بقى إحنا بنعاني كده؟ أقولك يا سيدي، السر في الغاز. مش لسه كنت بقولك شدة الاستهلاك عملت خفض في ضغط الغاز، إنما في دول الخليج بيستخدموا الوقود الأحفوري في إنتاج الكهرباء. والوقود الأحفوري ده عبارة عن إيه؟ نفط وغاز طبيعي وفحم حجري. فما ينفعش تقارن نفسك بدول عايمة على نفط، مع العلم إن دول الخليج حسب إحصائيات منظمة Global Energy Monitor بيشتغلوا من 2022 على الاتجاه للطاقة المتجددة في إنتاج الكهرباء. طيب الوضع ده هيستمر لإمتى؟ لأن شغلنا وحياتنا وعيشتنا وأكل عيشنا ما ينفعش معاهم خطة تخفيف الأحمال دي وقطع الكهرباء بالشكل الكبير ده، حتى النومة مش عارفين ننامها. هقولك، حسب تصريحات رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، إن خطة تخفيف الأحمال مستمرة لحد نص الأسبوع اللي جاي علشان الشبكة تستعيد ضغوطها من الغاز. يعني حسب تصريحات الحكومة، أول شهر أغسطس 2023 هتنتهي خطة رأس الساعة وترجع الأمور لطبيعتها. وإحنا من موقع عين مصر نرجو من الحكومة المصرية الالتزام بتصريحها بشأن عودة التيار الكهربي لمساره الطبيعي في الموعد المحدد، والعمل على إيجاد حلول بديلة دون الضغط على المواطن في أبسط حقوقه، خاصة بعد رفع الدعم بشكل كبير عن الكهرباء والتزام المواطن بدفع فاتورته كاملة في أبسط حقوقه للحصول على خدمة بمستوى أعلى من الممتاز.